ما بتصور راح يكون في عندك استمرار بعمليه الارتفاع؟ اعتقد الارتفاع اللي شفناه اليوم ببدايه الجلسه مرتبط بشكل اساسي بحديث ماري دراج امبارح، يعني اللي كان من ناحيه تخفيض سعر الفائده ممكن، يعني ممكن اذا اتخذوا، او من ناحيه القيام بنك المركز الاوروبي بعمليات تحفيز اخرى. لكن اعتقد بانه عوامل الضعف يعني ما تزال عوامل رئيسيه جدا في الاقتصاد، في الاقتصاد الاوروبي. يعني اليوم على سبيل المثال في عندنا مثلا بيانات المصانع سوف تصدر بعد شوي من المانيا، وهي تشير الى تراجع حقيقي بالاضافه الى كل البيانات الاقتصاديه اللي احنا شفناها خلال اليومين الماضيين واللي راح نشوفها. يعني العوامل الاقتصاديه الرئيسيه ما تزال موجوده ولكنها فعلا ضعيفه جدا. واعتقد بانه بالنهايه خلال يعني ما بين قيام البنك المركزي الاوروبي باجراء اخر وما بين الفتره الحاليه بدها تكون الاسواق الاوروبيه امام مرحله ضعف ممكن تتراجع شوي. نحن عم نشوف نحن الاسواق ارتفعت، لكن اعتقد بانه في يعني اديه الضعف ما تزال موجوده بشكل حقيقي فعلا. ويعني مع نهايه الربع الاول راح بتشوف نحن يعني مهم جدا نشوف نحن الناتج المحلي في هذه الدول، في المانيا، في اسبانيا، كيف عم بيكون في عندك انت تحسن الى حد ما. الفتره الماضيه كان في عندك اشارات ايجابيه، يعني تشكيل الحكومه الايطاليه، اللي عم نشوف البنك المركزي الاوروبي، التدخل اللي شفناه، هي كل اجراءات ايجابيه، لكن اعتقد بانه المسار الصاعد للاسواق الاوروبيه يعني ما زال الى حد ما ضعيف ولا يقارن بالاداء اللي عم نشوفه بالاقتصاد الامريكي او بالاسواق الامريكيه وبالاسواق اليابانيه. ولكن حتى مازن، يعني حتى المؤشرات الاقتصاديه من الولايات المتحده اذا شلنا نحن على جنب نون فارم بيرولز او ارقام الوظائف كانت تشير الى تراجع، يعني كان بي ام ايز الاي اس ام كل المؤشرات كانت تشير الى تراجع. تمام، وانتبه على شغله نون فارم بيرول هي اجى بابريل وكان في عندك انت يعني بمارش تراجع كثير كبير. ويعني السؤال او التحدي الكبير انه هو استمرار اصلا هيدي البيانات. يعني في حال نحن شفنا مثلا نون فارم بيرول بالشهر القادم متراجعه، راح نحن نرجع كمان نشوف في تراجع. لكن اللي خلى الاسواق انه تتفائل بشكل جيد تراجع نسبه البطاله في الولايات المتحده الامريكيه الى 7.5، هي اللي ممكن عززت الثقه بالاسواق وبقدره الاقتصاد الامريكي على خلق وظائف عمل، سيما انه وتاثير طبعا تاثير هذه الارقام كان عالميا. لكن اعود الى النقطه التي اشرت اليها قبل قليل او كنت تحوم حولها مازن، أنت تقول أن البنك أو الإي سي بي البنك المركزي الأوروبي يجب أن يتخذ إجراءات جديدة، ما نوع هذه الإجراءات؟ يعني كان من ناحية أولا تخفيض سعر الفائدة ممكن، يعني عم نشوف غير الفائدة الإجراء الآخر، الإجراء الآخر من الممكن القيام بحزم تحفيز كمية أو حزم تحفيز لصالح الدول الأوروبية على سبيل المثال. دراجي أعلن نقطة مهمة امبارح أنه في عندك أنت آلية توزيع الثروة وهي مهمة جدا ضمن المنطقة الأوروبية لإعادة يعني نوع من التنظيم لهذه المنطقة وتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي، هي نقطة مهمة جدا. من الممكن ان تشير الى قيام البنك المركزي الاوروبي باجراءات اخرى، لكن يعني توزيع الثروه في ضمن منظومه غير متوازنه من حيث الانتاج، من حيث الانتاجيه غير متوازنه. هو دراجي دعا الى اعاده النظر بهذا الموضوع ودعا الى اعاده النظر بهذا السياسي. فمن الممكن انه البنك المركزي الاوروبي يقوم مثلا بشراء سندات، او من الممكن انه يقوم اعلان عن اجراءات دعم اقتصاديه على الطريقه اليابانيه والطريقه الامريكيه، بالاضافه الى خيارات اخرى كشراء مثلا سندات اجنبيه او اليات دعم اليات الدين الموجوده في دول المنطقه اليورو اللي هي عند مثلا عند مستويات ديون مرتفعه كاليونان على سبيل المثال. فممكن يكون البنك المركزي الاوروبي قادر على اتخاذ هيك اجراءات خلال الفتره القادمه، لانه الاجراءات اللي عملها خلال الفتره الماضيه لم تكن كافيه ولم تستطع لم تستطع بالاقتصاد الاوروبي ان يعني تنهض بالاقتصاد الاوروبي بشكل او باخر، مع الضغوط اللي عم بتكون على منطقه اليورو ومع الاستمرار الارتفاعات اللي عم نشوفها بالولايات المتحده الامريكيه وباليابان، عم بيكون في عندك ضغوط هائله على منطقه اليورو حاليا. نحن شفنا اليوم كيف البنك المركزي الاسترالي خفض اسعار الفائده ونزلها بربع نقطه مئويه، وهون نقطه مهمه جدا مراد، انه من الممكن انه الحديث عن يعني عم نشوف انه نحن تخفيض سعر الفائده عم بيكون يعني موضع عند هيدي البنوك وعم بتساعد اسعار العملات على انخفاض، ومن الممكن انه سعر صرف اليورو الحالي هو على مستويات 1.30 لا يساعد ربما اليورو او المنطقه الاوروبيه الى المضي بهذه السياسات، ربما البنك المركزي الاوروبي يهدف الى تخفيض سعر اليورو مزيد. نحن شفنا كيف اليوم سعر صرف الدولار الاسترالي تراجع بشكل قوي جدا، وكان ارتفاعه خلال الفتره الماضيه اثر على البطاله في استراليا واثر على التصنيع في استراليا، لا سيما مع استمرار البيانات الصينيه السلبيه في الفتره الماضيه، واعتقد هذا كان نقطه مهمه جدا. لكن البنك المركزي الاوروبي وصوله الى هذه المرحله اعتقد اقتنع تماما بانه الوضع الاقتصادي يلتزم يعني يلزم خيارات حاسمه بشكل او باخر، وربما بانه هذا اللي خلى دراجي انه يعني يصرح بشكل مهم انه عم يراقب البيانات الاقتصاديه. هذا